أنت وعدتني فصدقتني، بيني وبينك موثق وعهود، مقدسي أنا أسوار وسماء، مساجد وكنائس وهناء، أبواب وطريق وبقاء، مسيحيا ومسلما في لقاء، صباحا ومساء سعداء، قدسا يمينا لك انتماء، عشقا سرمديا إلى الوفاء، قبة وصخرة هم من السماء، قيادة وإجراس وإيحاء، عربية أنت وكلنا أشقاء، سلام عليك وارتخاء، عروسة أنت إلى البقاء، عنوان وحضارة وعلماء، فيصل كان لك خير السفراء، أرضا وترابا أثرياء، طال الزمان لكي نعيش أصدقاء، حلما جميلا ولا إلى الوراء، أملا بعيدا ولا انتهاء، قلبا وصدقا ودعاء، وعدا وحبا وارتقاء، قلمي لك في بكاء، مقدسي أنا وأنتم أمناء. فأرحب أولاً بمعلمي الأول والدي العزيز، وهو بكل تواضع قاضي وعميد آل الحسيني في فلسطين عامة. أرحب بالوفد المقدسي وعلى رأسه سعادة اللواء عماد عوض، وهو صديق درب المرحوم فيصل الحسيني، وأبناء عمي عامة أسامة أستاذ أسامة، وأخوي أبو العبد، ورئيس رابطة شباب آل الحسيني حاتم الحسيني. بهذه اللوحة الناصرة والبشارة، بهذه اللوحة ثورة وشفا عمر وبيتجن الحاضرة، بيتجن جبال الجرمق، هذه الجبال التي لا زالت موجودة. إخواني دعونا نتكلم بكل شفافية، فليعلم الجميع بأننا هنا نقبل كل التناقضات التي القدر أصر فيها، القدر أصر في هذه التناقضات الموجودة بيننا، فليعلم نحن هنا في الوسط العربي هكذا نحب أن نتعايش بتعددية كاملة، مسيحيون ومسلمون وبني معروف هم هويتي، باختصار شديد هويتي هي بني معروف، هويتي هي المسيحية والإسلامية، نحترم بعضنا البعض. عندما دخل حبيبنا محمد إلى المدينة المنورة كان هناك اتفاق سمي اتفاق المدينة، وهو باختصار شديد قبول الآخر. ماذا يعني ذلك؟ قبول الآخر، هذه الثقافة التي تعكسها هذه المؤسسة منذ 6 سنوات. فلذلك هذه اللوحة، فأنتم تشاهدون هنا للمعلومات جميع أبناء المجتمع العربي عامة من النقب، تحية إلى النقب، إلى المثلث بكل ألوانه في إم الفحم وعارة وعقرة، وأيضا قلنسوة الغالية وباقة الغربية باقة الورود، ومن ثم نذهب إلى الكرمل، كرمل جبال الكرمل الدانية وعاسفيا. عندما أزور الوطن العربي، وأنا بالمناسبة في 2013 أنا زرت الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، فكنت في بيروت وكنت في الخليج وكنت في تونس، هذه المدينة الرائعة، تحدثت بكل ما تحمل كلمة عن قصة حضورنا، عن قصة وجودنا بعيدا عن السياسة. نحن لسنا حزبيين، وإنما نحن ننتمي إلى شجر الزيتون والزعفر. في حد عنده مشكلة إننا ننتمي إلى شجر الزيتون والأرض هون؟ في حد عنده مشكلة إننا ننتمي إلى أرضنا؟ في حد عنده مشكلة أن أقدم اليوم، اسمعوني جيدا، أنا أقدم اليوم أجمل باقة ورد اليوم ده أقدم، فليسمعني الصحافة، وأنا هنا أشكر بشكل خاص فضائية عودي اللي سوف تعيد الاحتفال 3 مرات خلال الأسبوع القادم، فضائية نسبة مشاهدة جدا عالية. اسمعوني جيدا، سوف اليوم أتكلم عن سلاح بيننا، سوف أتكلم عن سلاح نحمله، وسلاح سنقدمه للعالم الآن. أريد من كل خريجينا الأطباء أن يقفوا أمام الجمهور لكي نعلم، هناك 40 طبيب بيننا، فليقفوا الأطباء المكرمين، فليقفوا كل الأطباء، هؤلاء أطباؤنا، هذه اللوحة الحقيقية اللي احنا نقدمها، هذا هو المجتمع العربي، هكذا نريد أن نحارب العلم، نحارب الثقافة، نحارب التعليم. طوبى له وآلاء، طوبى لكم وألف مبروك، هذا الدم داخلي جنب بس
من 10 أيام فازوا بالامتحان الذي يمنحهم أن يكونوا طبيب يباشر عمله. هذه اللوحة التي نريد أن نتكلم عنها. شخصية عام مرة أخرى هي رمزية لكي نحن نعكس صورة حضارية حقاً، وجه حقاً على داخل الفلسطيني. إذن هنا نلتقي في دير الأسد للسنة السادسة على التوالي، مصرين بقوة، مصرين بإيمان، مصرين بعزيمة، مصرين بإرادة، لكي معكم نكون دائماً نبادر في مبادرات جميلة جداً تعطي وجه حضاري ثقافي لهذه المؤسسة. أولاً أقول شكراً، ثقافة شكراً مهمة جداً لكل من عمل للمعلومات. نحن في القاعة هذه أكثر من 1000 إنسان نلتقي في كل ترتيبات، وأنا هون في نقطة جغرافية قريبة علينا هي غزة هاشم، بعيدة عنا جغرافياً وقريبة الآن معنا هون وفد من غزة يمثل رئيس التواصل العالمي الأخ عصام الشوي من غزة أتقسيساً لهذا. فنحن هنا ولا أنسى ولن أنسى الرجال في هضبة الجولان. هضبة الجولان لا أنساهم، هؤلاء وموجودين بقوة. فلذلك إخواني وأخواتي الأعزاء في هذا المساء يطوب لي أن دائما أكون معكم بكل وفاء. سأستمر مهما حصل، سأستمر بهذه المبادرة التي عملت وتعمل. نهاية شكرا جزيلا لمن كان معي على مدار الساعة، الأستاذ الإعلامي رشيد خير، شكرا جزيلا للأستاذ حسين الشاعر شفا عمرو، شكرا جزيلا لرنا تبين عبد الملك الناصرة، شكرا جزيلا للشاعرة المتألقة بنت القدس وبنت الناصرة إيمان مصاروي، شكرا جزيلا للأب الراعي القاضي فارس فلاح، هذا الرجل الذي الآن فوق 80، ونعم سر عبقرية الرجل، سر عبقرية الرجل مهما تقدم بها العمر أن يحتفظ بروح الطفل، أي أن يبقى بحيوية، وهي الحيوية التي دائما نراها في أخانا أبا زيد. أعضاء لجنة الحكم جميعا كنتم معنا دائما بصورة ولوحة. أنهي حديثي في دير الأسد، دير العزة، دير الأسد، دير الكرم، دير الأصالة، وإلى أن ألتقي لكم معكم مرة أخرى. الكثير الكثير من الكلام، لكن نحن معكم دائما بموقف. لماذا؟ لأن الذاكرة لا تحتفظ بالوجوه على قدر ما تحتفظ بالمواقف. نرجو الله العلي القدير أن نكون دائما صناع مواقف وليس مجرد صناع كلام هنا وهناك. نحن بهذا الاتجاه ماضون معكم بحرية، بإيمان وبتقوى. إلى اللقاء.